اكتوبر البناء والتشييد من اجل تجسيم شعار المرحله الى حقيقه على ارض الواقع. هذا اش تحكي المنابر وهذا اش تحكي الصحف للاسف الشديد تقولوا صفرة. احنا هنا نقيموه اش قالت بعد فوز الرئيس قيس سعيد وادائه صباح امس اليمين الدستوريه تتجه انظار الجميع نحو تحقيق انجازات ملموسه تعكس معنى شعار الشعب يريد البناء والتشييد. ونسلوا ثم قناطة ثم بنية تحتية ثم مشاريع كبيرة نسلوا موقع البناء والتشييد نسلوا. سعداء جدا لذلك نستضيف معنا المحلل الاقتصادية والسياسية الناطقة الرسمية باسم حركة الثوري وخريجة المدرسة القومية للإدارة الوطنية للإدارة كفاءة علمية باش نناقشوا معها مشروع قانون المالية الموضوع هذا. أهلا بك أستاذة هلا. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ، مرحبا بكل مشاهدي قناة الزيتونة وبرنامج حصاد 24. أهلا وسهلا بك بكل مشاهدين أينما كانوا داخل تونس وخارجها. قيس سعيد الشعب التونسي في حرب تحرير لتخليص البلاد من الفلول والزواحف السامة والأفاعي. هذا برنامج احنا ايش دورنا هنا باش نقيموا البناء والتشييد ولا حملة متاع. انا كنت خدمت قبل كنت في الريف حاطيني في الصيف ولا كنت تلميذ حاطوني في حملة متاع العقارب ربي يعافينا وفيكم في سيدي بوزيد عندنا برشا عقارب في الصيف يحطونا ثلاثة شهور اك حملة الوقاية من العقارب. ان شاء الله احنا نحب نشوف هالبرنامج هذا هو برنامج بتاع بناء وتشييد ولا متاع وقاية من الزواحف السامة والافاعي. خبر روق بنعطي الكلمة استاذة هالة. عمان سجنا للاسف الشديد، عمان سجنا للمحامية التونسية والمعلقة الإعلامية سونيا الدهماني بسبب تصريحاتها حول العنصرية الممارسة ضد المهاجرين. قضت محكمة تونسية الخميس اليوم بسجن المحامية سونيا الدهماني بتهمة الإساءة لمدة عامين بتهمة الإساءة للبلاد، وعندها حكم آخر عقوبة سجنية مدتها 8 شهور. التهمة متاعها نشر أخبار كاذبة إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها الوضع. توا من المرسى، احنا توا مازلنا في المرسى، من المرسى عامين المحامي عنده 8 شهور وزيد عدل السابق عنده 10 سنين. كلمة نظيفة خفيفة سي هالة أستاذة هالة على الأحكام هذه، أعطينا قبل ما نمشوا للاقتصاد خلينا نفهم رواحنا وين احنا وين توا. فعلا مهم جدا انه احنا نفهم رواحنا احنا وين، لانه وقت اللي احنا نقدم الكلام بطريقه راهو المراه التونسيه لم يسبق انها تهانت كما تهانت في وقت قيس سعيد، راهو معقد من المراه، راهو معناها اي امراه تنجم تقول كلمتها، عندها شهاده، ربت بيت، لاهية باسرتها، يلزم يعني ينتقم منها بشتى الوسائل. شنو ذنبها سونيا الدهماني؟ نجم تحبها سونيا الدهماني وتنجم تكرهها، تنجم تعجبك وتنجم تعجبكش، لكن شنو ذنبها وقت اللي هي حكيت على عنصريه؟ هذه العنصريه اللي احنا ما قلناش وما حسبناش اللي دخل المهاجرين غير الشرعيين لبلادنا وخليهم يكسروا في الزيتون حتى لين اصبحت يعني قنبله موقوته امنيا، واللي خليهم يعني يعتديوا على النساء التوانسه في ديارهم وعلى الرجال التوانسه في ديارهم. ما حاسبناهش هذيك، وما ينجمش قيس سعيد يحاسب او وزيره عدله تحاسب الصحافه الاجنبيه اللي حكيت على تقارير حقوقيه وحكيت على اغتصاب للمهاجرين وتحرش، هذوك ما ينجمش يحاسبهم، لكن سونيا الدهماني اللي هي تحتيده واللي هي اصلا مسجونه يزيدها 3 شهور و6 شهور وعامين وما الى ذلك، سهله يعني هذه، والحلول السهله هذه ما هيش حلول انسان شهم سامحني. لانه الرجوليه مش هذه، مش انك انت تنجم تتسلط على اللي اقل منك ولا اللي اضعف منك ولا اللي لا حول له ولا قوه بخلاف الممارسات غير الانسانيه اللي سمعناها حصلت لسونيا الدهماني في السجن كما لافوي انتيم وغيرها. احنا نقولوا لانهم هما ما حشموش باش يعملوا، فاحنا ماناش باش نحشموا كي نقولوا، لانه هذه المنظومه ما تحشمش. قانون الماليه نبدو بال